لو الحكاية فيها إن فيتو. أستاذ أحمد عوض الصحفي الذي اعتدى عليه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أهلا بحضرتك. أهلا بك. هل هتشارك في عملية الاستفتاء على الدستور؟ لا أكيد طبعا، هو بداية الخطوة وبداية خريطة الطريق وبداية كل المشاكل إنها تنتهي إن شاء رب العالمين إن شاء الله هي الدستور. أنا أولادي الصغيرين عاملين لجان من الصبح وقاعدين يطلعوا أرقام الناخبين من على اللاب، بعد أجيب لهم فلاشات دلوقتي واللابات كلها على أساس إن الأولاد يطلعوا إيه الانتخابات. قاعدين على المقاهي اللي بعد اللجان بشوية. يعني هتقول نعم للدستور؟ ده أكيد. ليه؟ هقول نعم للدستور ليه؟ أولا مقارنة بكل الدساتير السابقة هذا أفضل دستور. يعني أنا عشان أقول دستور، مفيش دستور غير القرآن كامل ومع ذلك لم يتفق عليه البشر، البشر وليس المسلمين. النهاردة أنا بقول هذا الدستور من صنع البشر يكاد يكون كاملا، لأنه أعظم من كل الدساتير السابقة بما فيها دستور الإخوان المسلمين. معلش يا أستاذ محمد، يعني الناس دول عشان نتحدث عنهم هم أقوى بكتير قوي من الماسونية الصهيونية على الشعب المصري. الناس دي بتحاول بشتى الطرق إنها تستحوذ على السلطة فقط، مفيش حاجة، وتستحوذ على السلطة يا ريت ليها، أقسم بالله موليها، ولن تتحكم في مصر أبدا. لا يتحكم في مصر تركيا، لا يتحكم في مصر الاتحاد الأوروبي، لا يتحكم في مصر أمريكا، لا يتحكم في مصر إسرائيل، لكن الشعب المصري لا. لكن أكيد إن الشعب المصري صحي، وحياتي وحياة غيري. انا ما اعرفش حضرتك تعرف، يعني انا على قائمه اغتيالات من فتره طويله وكنت اضحك. تمام. كنت اضحك، ناس تيجي تقول لي اقول اضحك، لان ما كنتش متخيل ابدا ان مثلا فيهم اصدقاء ليا او لاخره، ان ممكن يوصل بيه الامر ان هو انا بقول بيشوه صورتي لان دي حاجه تعودنا عليها منه، لكن ان يوصل بيه الامر انه يغتالني فعلا ما اعتقدش. فكانت صعبه العمليه عليا شويه. قتلي او استشهادي او قتل الشعب المصري مش هتقدر تقتل الشعب، مش هتقدر تقتل الشعب عليها. فبالتالي في الاخر انت خسران، واكيد انت كل يوم بتخسر ولن تنال مطلبك على الاطلاق.